زرت اليوم معرض النصر وشفت زرت جناح مؤسسة الشهداء. حقيقة لي ذكريات مع هذه أدوات التعذيب يا أصحاب الزمن الجميل. حقيقة الآن هذه تسمعون بقطرة الماء التعذيب التي تصور البعض يقول لك كيف تكون قطرة الماء مدمرة. حقيقة هذه توضع في الرأس، وطبعا الصوت الذبذبات تأتي، هاي مادة معدنية أرجع اليوم شوي. وبالتالي عندما يلبسها الإنسان، عندما تسقط سكون مطلق، تسقط قطرة تسوي دوي بحيث هذا المخ الإنسان ينفجر، وبالتالي يصبح جاهز للاعتراف أو جاهز للإملاء أو جاهز لأي شيء وللتوقع على شيء. ذلك هذه واحدة من وسائل التعذيب العظيمة التي استخدموها اليابانيين أيضا، واستخدمت في زمن صدام حسين بشكل كبير جدا. ما شاء الله طبعا أصلية. هذه ايضا هذا يعني هذا يوضع ايضا الخوذة بالراس، يعني ايضا وسائل تعذيب، يعني هاي من السجون العراقيه اللي كانت توضع. طبعا احنا صانعين بالخازوق، هذا للاسف هذا يوضع في دبر الانسان في شرجه، ثم تفتح هكذا وتصل، بالتالي يعني تؤدي الى اتلاف كبير جدا واذى مدمر جدا. هذه ايضا في كل اخرى تستخدم في التعذيب، ولكن هاي المنجله، هاي المنجله طبعا يحطون بها الايد او يحطون الاصبع، وبالتالي ينزلوا المسؤوليات، وبالتالي يقومون بالخلع الاظافر. هذه واحدة من التعذيب. هذه طبعا ايضا منجلة، ولكن منجلة بالراس، يحطون الراس هنا وبعدين ينزلوه، وبالتالي يبدا بتهشيم الراس وكسر الفك، ثم بعد ذلك الفك اسهل، وبعد ذلك الجمجمة، وبالتالي يعصر بها. هذه وسائل كان يستخدمها النظام السابق، وهي كانت موجودة، هي يعني جلبت من سجون معتقلات النظام السابق للأسف. هكذا الإنسان يعامل في ذلك الزمن الجنوني الذي يتغنى به البعض، وقد غطى الفيس على جرائم هؤلاء المجرمين.